انتي بتخرفي تقولي ايه يا ست انتي؟ براحة شوية يا مدام منيرة، مش طريقة التفاهم دي. تفاهم ايه؟ واحدة جاية ترمي بلاها على ابني، عايزاني ايه اطبطب عليها؟ والله انا ما جاية عايزة منكم اي حاجة، انا كل اللي طالباه حاجة واحدة بس، ان انا جوزي يخرج من اللي هو فيه، ومش هتشوفوا وشنا ولا هنضايقكم في اي حاجة. انا عارفة ان انا بنتي غلطت، واحنا هنشيل غلطها ده ومش هنفتح بقنا ولا نطالبكم باي حاجة، بس ابوس ايدك ابوس ايدك جوزي يخرج من اللي هو فيه. لو تقدري تعملي اي حاجة اعمليها، احنا ناس غلابة قوي وعلى قدنا، ولا احنا وش سجون ولا محاكم ولا قضايا ولا قدكم من اصله. لو عايزاني انزل ابوس على رجليكي اعملها، بس هو يخرج ويرجع بيته تاني. ما تعمليش في نفسك كده يا مدام هدى، بنتك ليها حق، وصاحب الحق ما بيوطيش يبوس رجل حد. من فضلكوا بقى، انا مش فاضيه للكلام الفارغ ده، ومش عارفه اصلا انتوا هنا بتعملوا ايه. انا جايه اتكلم مع ام هتحس بالنار اللي جوه ام زيها. جوزها راح وبنتها راحت وبيتها بيتخرب. على فكرة أنا مش جاية أطلب منك وأقولك خلي ابنك يعترف بجوازه من بنتي ولا باللي في بطنها، لا، أنا جاية أقولك انسونا شيلونا من دماغكم، بس أنا مش عايزة غير حاجة واحدة بس، أبوس إيديكي جوزي يرجع بيته تاني. بصي بقى يا ست انتي، أنا عشان خاطر ظروفك دي هعمل نفسي ما سمعتش ولا كلمة من اللي انتي قلتيها، وهسيبك تروحي بيتك، بس لو اسم ابني طلع في أي مشكلة هيبقى لي معاكي تصرف تاني. والله العظيم أنا ما جاية أتكلم في مشاكل. ممكن بقى تتفضلوا، أنا مش فاضية للكلام ده. إيه ده، هي حصلت تطردينا كمان؟ لحد دلوقتي أنا بتكلم بلساني، كمان شوية الشغالين هما اللي هيشيلوكوا ويرموكوا برا. لا أنت زودتيها قوي. خلاص يا مدام أماني خلاص، ملوش لزوم الكلام، الست مش سامعانا أصلا. أنا كنت جاية وعشمي في ربنا كبير، وهو حنينوي وهو حاسس باللي بينا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يلا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.